تحياتي لكل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز دائما فرح الطبيب. دائما متعودين أن الفرحة بتكون مقتصرة على المريض حين الشفاء، ولكن اليوم هي فرحة الطبيب. هنتوقف في محطات كثيرة جدا، هنعرف مواقف كثيرة جدا. معنا في الاستوديو قامة طبية عالية، معي ومعكم الأستاذ الدكتور صبحي محمود استشاري الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا مرحب، وإن شاء الله على المقدمة الجميلة دي. يعني بداية يا دكتور، أنا يعني قلت في الانترو أو المقدمة إن الفرحة بتقتصر على المريض. أول ما يحدث الشفاء بنلاقي ان المريض هو اللي فرحان، والدكتور ممكن يعني لا يعبأ بالفرحة دي او خلاص مريض وتعالج، لكن عايزين نشوف فرحة فعلا. هل في فرحة فعلا للطبيب؟ جدا جدا فرحة الطبيب اضعاف ما يحس به المريض. اذا كانت حالة صعبة مستعصية وشعر الدكتور بالعجز، وفي لحظة جه الشفاء من عند ربنا يحسها الدكتور. واتوقع ان كل دكتور اشتغل خاصة في الاقسام الطوارئ في الحالات الحرجة مر بلحظات زي دي، ويكون في منتهى السعادة ان الشفاء ربنا سبحانه وتعالى انزل الشفاء على ايده. فدي فرحة لا تفوق فرحة. زي ما كنت لسه بقول لك، هل فرحة الدكتور بان عدد المرضى اللي هم منتظرين قدام باب العيادة كتير، فبالتالي هو مبسوط كده وداخل العيادة وشايف الناس منتظرة كتير، ولا فرحته ان لما مريض ربنا ييسر الشفاء على ايده ويدعيله دعوة كويسة؟ لا، فرحة لما المريض يخف والدكتور يحس فعلا انه عمل حاجة كويسة، فرحة زيها. طيب يعني عادة الفرحة اللي احنا بنوصلها في الاخر بيكون طريق نجاح كبير، والنجاح ده اكيد في محطات. عايزين نتوقف بقى، يعني ناخد بقى اول محطة، المرحلة الابتدائية عند حضرتك كانت بتشكل وعي ووجدان. عايزين السادة المشاهدين يعني النهاردة يشوفونا ويتفرجوا علينا ويشوفوا المثل والقدوة، نقدر ازاي ان احنا نخلي اولادنا في صورة افضل. افتكر كان في قاعده شرطيه كده في النحو يقول لك ان تذاكر تنجح، وكمان احنا بنعلمها لاولادنا ان تذاكر تنجح. كان يقول لك فعل الشرط تذاكر، جاوب الشرط تنجح. فكان بعدين يرد عليك يقول لك ايه، طب ما هو لما كانش النجاح في باله ما كانش هيذاكر. نعم، يعني هو الاول المذاكره جابت النجاح، ولا النجاح هو اللي جاب المذاكره؟ لا، لان النجاح في دماغك وفي تصورك وهدف عايز توصله، ذاكرت وبذلت مجهود. هي دي بالظبط اللي احنا عايزين نوصلها لاولادنا، واللي كانت موجوده في بالنا كلنا واحنا بنذاكر واحنا في طريق التعليم بتاعنا، عشان في صوره النجاح، صوره الفرحه اللي بتاعتك وانت ناجح في وسط باباك ومامتك واهلك، اللي هو الصوره دي بتخليك تبذل مجهود وبتذاكر. طب معلش يا دكتور، يعني عفوا على المقاطعه، يعني قد يتساءل البعض دلوقتي، يعني الجيل اللي موجود دلوقتي يقول لك طب انجح ليه؟ ما انا هاخد الشهاده مثلا واقعد في البيت، مثلا هاخد الشهاده واقعد في القهوه. وبنسمع الكلام ده فعلا من بعض الاطباء، يقول لك انا ايه اللي دخلني طب؟ انا ايه اللي دخلني صيدله؟ انا من الاخر اتدبست في الكليه دي. عايزين نرد عليهم نقول لهم ايه دول؟ اولا النجاح في حد ذاته هدف لازم نسعى نوصله. نعم. انك انت تنجح في اي مجال اللي تخش اللي دخلت فيه ده في حد ذاته شيء جميل، الفشل شيء سيء جدا. بعد كده هو انت تختار بين يعني وظيفه العقل اللي هو الاختيار بين المتغيرات وبين الظروف اللي قدامك، تختار الطريق ده او الطريق ده او الطريق ده. لكن الفرحه تيجي امتى بقى؟ اللي احنا عايزين نكتبه، الفرحه تيجي لما تجيلك حاجه انت غير متوقعها. هي دي بقى الفرحه. اللي انت يعني عملت في مجهود كده دي فرحه بسيطه، لكن الفرحه الكبيره اللي هي بتاثر في حياتك، خدتك من طريق لطريق تاني،
طلعتك نقطة يعني ايه قفزة كبيرة، واخد بالك؟ انا افتكر زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي على في المرحلة الابتدائية، كنت في مدرسة وبعدين بيعملوها صيانة وكده، فخدونا لمدرسة تانية، وزعونا على المدرسة اللي حوالينا. فالمهم رحت مدرسة تانية، المدرسة دي منساهاش، وسنة ستة ابتدائي دي سنة مؤثرة في حياتي وكل زمايلي اللي كانوا موجودين الجروب دي. لقيت إدارة كويسة جدا، اهتمام من المدرسين كويس جدا، أضلة سعدية مدرسة اللغة العربية، أستاذ واصف مدرس الحساب، هي مسلمة وأستاذ واصف كان مسيحي، وتنافسهم الشديد على الفصل وحرصهم وإزاي بيعلمونا وإزاي خلونا نسير مع بعضينا إدارة المدرسة مع الطلبة وكده. خدنا شهادات، خدنا تفوقنا في كده في المحيط بتاع المنطقة التعليمية ساعتها. لغاية النهاردة المجموعة دي لغاية النهاردة احنا اصحاب. قصدي اقول ان لما كان التعليم راقي، كانت الامال والطموحات عالية، كان في هدف الطريق كويس جدا، وبالتالي لما كنت بتحس بانك انت امانة في ايد المدرسين دول كانت فعلا حاجة جميلة جدا. اتمنى فعلا ان الايام الحلوة بتاعت التعليم والزمن الجميل اللي بيقولوا عليه دول يرجع تاني. فعلا المدرس ليه تأثير كبير جدا في حياة الطبيب، في حياة المهندس، في حياة أي واحد في كل مهنة، بتبدأ أولا من المدرس الناجح اللي هو بيقدر يطلع نشء كويس جدا. إذا عايزين نقول لكل مدرس بيتفرج علينا دلوقتي، أنت تحت إيدك جيل، الجيل ده لازم تطلعه في أحسن صورة. أنت هيكون عندك في الفصل طبيب، هيكون عندك في الفصل صيدلي، هيكون عندك في الفصل الضابط، هيكون عندك في الفصل الإعلامي. إذا الفصل اللي عندك ده هو النواة، هو البذرة، هو البداية. رجاء رجاء احملوا الأمانة رجاء. يبقى ده دكتور أول درس مستفاد النهاردة من حلقتنا اللي احنا بنتكلم فيه، نجاحهم، النجاح نجاح الطلبة دول هو نجاح المدرسين. نعم، النجاح ده يتجزأ، النجاح فعلا مشترك فيه المدرسين مع كده مع الطلبة. هم خلقوا فينا نوع روح التنافس، يعني اللي يحل بسرعة الأول ياخد الأول، منتظر أشكرك يعني كده. فكان ليهم أسلوب في التعليم بالإضافة للحرص الواضح على علينا، يعني عارفيننا بالاسم وعارفين ده عمل إيه وده سوى إيه ودايما نقص درجة ليهم. هو خلقوا فينا روح، فالسنة دي فعلا فرقة في حياتنا بسبب نوعية المدرسين الممتازة اللي درست لنا. فنسألهم بالفضل والجميل، وأول صرحة دخلت في حياة الواحد كان بسبب تعيين المدرسين. طيب ننتقل إلى محطة أخرى بعد المرحلة الابتدائية، كان مثلا الحقيقة بعد ما خرجت واشتغلت دكتور وكده سافرت ليبيا، و يعني طموح الواحد إن هو يشتغل في مكان كويس محترم وكده. فكان في مستشفى المنطقة اللي أنا كنت فيها، مستشفى غرياني المركزي، ودي من حوالي تقريبا رابع مستشفى على مستوى ليبيا، مستشفى فيها اكثر من 500 سرير وفيها امكانيات كويسه جدا، وتخدم 7 مستشفيات بيصبوا فيها، وتخدم منطقه حوالي 300 كيلو متر المنطقه اللي تخدمها. المهم كانت المستشفى دي في الاول طقم بروتوكول روماني مع الحكومه الليبيه وكده، وبعدين شاء السميع القدير ان تغير تفكير الجماعه اللي في ليبيا ويقولوا لا عايزين تبقى مالتي ناشونال، يعني يخش جنسيات تانية عشان يبقى فيه تنافس لمصلحة المستشفى يعني. فدخلونا، انا دخلت واحد من المجموعة، فاشتغلت مع اوكرانيين، مع رومانيين، مع بلغار، مع دكتورة كانت المانيا من المانيا الغربية، مع دكاترة هنود، كانوا 4 مصريين موجودين بس في وسط المجموعة دي. تيم ممتاز جدا. اتعلمت في المرحلة دي انك انت لازم تكون ساينتفك، لازم تكون لوجيك، لازم يكون عندك علمي ومنطقي طبعا. نعم، لازم تكون ازاي وصلت للدياجنوز، ازاي هتعمل ايه، تعرف تعمل دسكشن بطريقه ساينتفك. وكان الدكاتره اللي بينا موجودين ساعتها ما شاء الله قمه، يعني دكاتره جايين من بريطانيا، دكاتره جايين من النمسا، دكاتره جايين من المانيا، استشاريين وكده في مستوى علمي عالي جدا. فكنا لما نيجي نمر في المرور بتاعنا ونناقش الحالات وكده اتعلمنا فيها ازاي تكون مقنع لغيرك،
لازم توصل. كان الاكسفورد، هاريسون، سيسيل كارن، امهات الكتب وامهات التكست بوكس، هي الايه المعرفه بتاعتنا. انت هتتكلم مع حد من جنسيه ثانيه من دوله ثانيه هتكلمه بايه؟ لازم يكون في مرجع عالمي بترجع ليه انت وهو اتفق عليه. فالحقيقه كانت نقله مهمه جدا في حياه ان ازاي تتعامل مالتي ناشونال، ازاي تتعامل مع جنسيات مختلفه وفي المستوى دون وفي المجال دون مع وجود امكانيات. إذن يعني نقدر نقول ان من الدروس المستفادة برضو اللي السادة المشاهدين النهاردة هيستفيدوها من الدكتور صبحي هو حتة تبادل الخبرات. يعني بننصح اطباءنا الصغار، شباب الاطباء، بننصح اي حد في مجاله ان هو يتبادل في الخبرات مع الاخرين، يشتغل يشوف يشتغل في تيم وورك. اهميه التيم وورك يا دكتور في حياتنا احنا بنفتقدها، احنا عايزين دايما النموذج الاوحد، النموذج اللي هو اللي فاهم، النموذج، وده بنلاقيه كتير فعلا يا دكتور يعني في حياتنا، ولكن عايزين نقضي على هذه النماذج، نبدا ان احنا نشتغل كتيم وورك من اجل بلدنا ومن اجل اصلاحها ومن اجل اصلاح القطاع الطبي عموما. يعني تيم وورك، ولازم يكون عندك بيز تبني عليها. يعني تيم وورك كله في الاخر لما تيجي تعمل ديسكشن، تيجي توصل للموضوع، لازم عندك بيزك ساينتفك بيز بتمشي عليها وتبني عليها. ولازم تكون سيلف كونفيدنس، عندك ثقه نفسك في اللي انت بتعمله، وبالتالي بتكون مقنع لغيرك. انا مبسوطه جدا يعني يا دكتور في الحلقه دي حضرتك يعني بتقول لي الثقه بالنفس، الطموح، الحلم، الامل، التفاؤل، النجاح، الفرحة. يعني دي دعوة للسادة المشاهدين، شوفوا كل الألفاظ ما شاء الله حاجة جميلة جدا، يعني ان احنا نستفاد النهاردة. عايزين الحلقة النهاردة تكون فيها فرحة، يكون فيها نجاح. ازاي نتعلم ان قدامنا نموذج النهاردة لازم نتعلم منه خطوات النجاح، وصل ازاي للفرحة اللي هو فيها، وصل ازاي للنجاح اللي هو فيه. اتفضل. المصري بصفة عامة بيبان معدنه لما بتحط في موضع في احتكاك. بتلاقي فعلا، يعني احنا كنا قلت لك 4 مصريين دكاتره مصريين اخصائيين في الوقت دون، وكنا احنا الاربعه الحمد لله رب العالمين حققنا احترام لزمايلنا في اداره المستشفى، لغايه لما مشينا انا وصلت لدخل خدت، كنت رئيس قسم البطنه ساعتها. نتيجة احترام اللي موجود معانا والإدارة المستشفى كده والشعب طبعا بصفة عامة. فالفرحة اللي تحسها بشعورك بالنجاح انك انت تنجح في انك انت تأدي عمل مفيد. في الفرحة بقى اللي انا عايز يعني الأصدقاء يا دكتور، ما كلمتناش عن دور الأصدقاء في حياة الطبيب عموما. يعني شوف بطبيعه الامور يعني الايه، هل مثلا في صديق ساعدك؟ هل في صديق ارشدك مثلا؟ لا امشي في الطريق الصح، امشي، لا انت ماشي غلط، لا صلح كذا، ما تصلحش كذا. بدون شك كل واحد فينا، كل واحد فينا بيختار الاصدقاء بتوعه بتلقائيه، يعني تمشيه في نفس اتجاهك. واتوقع ان كل الاطباء والمهندسين، كل ما هو دخل في مجال علمي وكده هو بيعرف يختار، يعني سلكت يعني مين اللي هو يمشي معايا في الطريق بتاعي. تتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الارواح جنود مجنده، من تعرف منها ائتلف، ومن تعرف منها ائتلف، ومن تنقى منها اختلف. فالصديق على دين خليله، وطبعا فلينظر كل منا بايمان يخالل. فبدون شك في طريق حياتك انك انت بتلاقي مين اللي بيمشي معاك، ومين اللي هو بطبيعه بمنتهى البساطه بيروح على جنب وانت بتكمل في طريقك. انما زي ما قلت لك من 6 ابتدائي لسه لغايه دلوقتي مجموعه، نفس المجموعه، نفس المجموعه اكثر من 40 سنه 45 سنه واحنا بنتواصل وبنزور بعض وكده، بسبب ان البدايه صح والمعرفه كانت معرفه خير ومعرفه بالفطره، وكل واحد الحمد لله كان ناجح في طريقه. طب يا دكتور زي ما بنقول يعني الدكتور دايما بيفرح لانتظار المرضى عنده، بيفرح بالشهره، بيفرح بالفلوس،
كل دي فرحة، ولكن فرحة المريض ان هو الشفاء بتبقى يعني دايما عالية. في الاخر. فحضرتك هتجاوب لنا على السؤال ده، ولكن بعد هذا الفاصل الاعلاني، استنونا. الصحة والجمال لون جديد للحياة. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة، حياة أخرى نعيشها في ساعات النوم التي تلتهم ثلث حياتنا، أحيانا تكون سعيدة وأخرى نحاول الفرار منها بالاستيقاظ. أحلامك جزء من أسرار حياتك. اتصل بنا على 1762 وهترد عليك الأستاذة فايزن عبد الرحمن وهتفسر لك كل أحلامك في خصوصية تامة. بتحلم كتير، أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. الصحة والجمال لون جديد للحياة. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، اهلا بكم مرة اخرى. وكنا بنسأل الدكتور صبحي عن هل الطبيب بيفرح لانتظار المرضى، هل الطبيب بيفرح لشهرته لمكسبه المادي، ولا بيفرح للمرضى اللي هم خفوا وكان هو سبب في الشفاء ليهم. دكتور يعني عايزين نعرف بقى من حضرتك أهم الحالات اللي حصل لحضرتك فرحة أثناء. هذكر لك بعض الحالات اللي كنت في المستشفى. فإحنا عندنا المرور الصباحي دون يعني الراوند بتاع الصبح وكده هو، وبعد كده اللي بيبقى عنده اون كول يعني ال 24 ساعه ده راح البيت لما يكون في حاله بيستدعوه بيها عشان يشوف الحاله وكده. فالمهم في مره استدعوني بالليل، فرحت للطوارئ شفت المريضه. المريضه من كثر تكرارها عندنا في المستشفى وكده فاحنا عارفينها كويس جدا، عندها اريزميا، نوع من الاريزميا، منتشره بطنه و وجهاز هضم مع بعضينا كلنا كتير من واحد منا. فالريزم بتاع الست دي اللي هو وايت وولف بركنسون سندروم، لا يعني ارتجاف كهربائي القلب، الكهرباء بتاعت القلب بتخلل شويه متذبذب، فعندها تذبذبات الجين. فالمهم بتستجيب بنوع من الابر اسمه اجمالين. نادر اللي كان عندنا ثلاث اربع حالات معروفين، لما بيجي فلان باب بنجهز الابره بتاعته كده، هو بنحط المريض على المونيتور وبنبتدي نضرب له الابره بانفيوجن دريب لغايه لما وانت بتعمل المونيتور بتعمل اي سي جي بتبص تلاقي حصل ابربت، حصل ايه؟ ان الحاله هديت بقت كويس بقت كويس. المهم الست دي جايه من على بعد حوالي 250 كيلو متر. انا شفتها منتهيه. تخيل من بعد 200 كيلو، انا حوالي ثلاث ساعات في الطريق بقى، وصلت المستشفى منطقه صحراويه هناك.
اللي كان بيننا وبين مستشفى طرابلس التعليمي حوالي 80 كيلو، صعب جدا انها تروح. دورت على الابره ما لقيتش غير ابره واحده اكسبايرد، منتهيه الصلاحيه. منتهيه الصلاحيه، نعم ماشي. فكنت في موقف يعني بعطفه عصر يعني، حولتها عشان اخلي مسؤوليتي. خلاص هتموت كده يعني، الطريق هتموت في الطريق يعني. طب اديها الحقنه اللي هي الاكسبايرد يعني في الكتري دي كومبليت، الحاله الدوره الدمويه بتاعتها ما هياش مستقره. اديها حقنه اكسبايرد، هبقى انا المسؤول. ماشي. فكان القرار صعب والموقف صعب. بالليل المريضه تعبانه كده، هتموت كده هتموت، ده ممكن تموت فقط كده، بانك انت تشيل ريسك وتحولها، وبعدين لما ماتت في الطريق انت شلت المشكله، او تتحمل الريسك وتديها الابره بالرغم انك سبب وقبل تكون لسه افكتيف، تكون لسه الابره شغاله. على اعتبار ان عاده الاكسبايرد ديت احنا ما بنحطوش يعني النهارده شغاله بكره انتهت صلاحيتها. ماشي. فاخترت ان انا اتحمل الريسك، المخاطرة دي المخاطرة فعلا، وديها الابرة والمونيتور شغال وكده هو، واخد بالك؟ وكلنا في اللحظة دي بقول يا رب عشان خاطر المريضة. وتخيل بقى السعادة اللي تيجي للواحد ان الاقي القلب ابتدى يتعدل، وابتدى ضربات القلب تنتظم، واستجابت فعلا والحمد لله الخطر راح. تاني يوم كان صوفي قد كده هو، وبتخانق مع اداره المستشفى، وبتخانق ازاي ما وفروش الدواء، واجي بالليل الاقي ابره اكسباير وما ايش كذا. المهم السعاده الفرحه اللي انت بتحكي عليها دي، انك انت ربنا يجعلك سبب ان حد يتم انقاذه على ايدك. من ضمن المواقف برضه موقف تاني، وان كان يعني اذا نتوقف يا دكتور عند حته اتخاذ القرار. اذا الدكتور الشاطر والطبيب الماهر هو اللي يعرف يتخذ القرار سريعا، هو قدام دلوقتي حياه، يا وفاه يا حياه، او يدي الحقنه اللي هي منتهيه الصلاحيه. فاخذ العقب ده على مسؤولياته الخاصه، وحضرتك اللي اخذت العقب ده او اخذت المخاطره دي واديت الحقنه، والحمد لله كانت فرص النجاه بتاعتها الحمد لله بقت كويسه. اذا حتة اتخاذ القرار من الحاجات المهمة او من السمات الشخصية المهمة عند الطبيب او عند اي حد من العموم. اضيف لحضرتك من خبرتي وشغلي انا وزمايلي وكده هو، خاصة في الحالات في اقسام الطوارئ وكده، الدكتور لازم يكون ثابت. الثبات. نعم. عشان تعرف تاخد قرار اللي انت بتحكي عليه لازم يكون عندك الثبات. انت هيجي لك عيان مريض في حالة حرجة، هيجي لك اهل المريض في هلع، اللي حواليك منتظرين، الدكتور هو المايسترو بتاع المجموعه دي، هو اللي هيقول اعملوا كذا ما تعملوش كذا، انت تطلع بره، انت تدخل جوه، انت تيجي يمين، انت تيجي شمال. اذا ما كانش الدكتور، اذا كان الدكتور عواطفه غلبت واصبح هو الثاني في حاله هلع معاهم، مش هيعرف يعمل حاجه، مش هيعرف يساعد المريض ولا في القرار. فاتخاذ القرار ده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم يتعلمها اي طبيب بادئ في حياته، وانه لازم يكون ثابت، ويعني يبذل مجهوده في الدراسه، يبذل مجهوده في انه يفهم، يستعين بالله سبحانه وتعالى. انما لازم ثبات، ولازم اتخاذ القرار اللي هو هيتحمل مسؤوليته بعد كده، لكن لابد من اتخاذ القرار. هحكي لك عشان تعرف ان الحكايه مهنتنا احنا بنتعامل مع اسمى خلق الله على الارض. نعم. اللي هو الانسان. نعم. اللي هو لا يعوض. ولو في اسرار كتيره، وفي خلال مهنتنا يعني بنشعر كتير قوي بوجود الله سبحانه وتعالى، بان احنا معتمدين وبنحتاج ان احنا نقول يا رب. نعم. اكتر مهنه الناس بتحس انها تقول يا رب هي مهنه الطب. انت بتشوف حالات الولاده بتقول يا رب. نعم. بتشوف حالات الوفاه بتقول يا رب. احنا كنا في البطنه واصابنا قسم بتاع الاطفال، فكان لحظات الولاده ولحظات الموت سبحان الله. ف من المفارقات ان الحجره بتاعت الولاده تكون قدام الحجره. القسم الثاني اصابنا كمان. انت بتشوف اللحظات اللي هي لحظات الولاده
هي لازم تتعب، بتقول يا رب ما انتش عارف اللي هيحصل ولا ايه اللي هيتم بايه وازاي. سبحان الله. وفي لحظات الوفاء اللي انت بتظلم تحس بالعجز التام، فشل ان قضاء الله سبحانه وتعالى. اقول لحضرتك طب ازاي يا دكتور يعني بتوازن ما بين فرح الولاده وصدمه الوفاة وتقبل القضاء؟ انا في البطن صراحة الولادة كنت اشوفه من بيت صدمة الوفاة هم يعني انا وزمايلي وكده هو يعني شفنا حالات وفاة كتير. شعورك بالعجز شعور قهري، شعور قهري انك انت مش قادر تعمل حاجة انت بتقول يعني الاحداث. وسبحان الله حالات تكون ميؤوس منها تشفى وحالات تكون انت سيبها. انا هحكي لك على موقف من ضمن مواقفنا عشان نتعلم بس. نعم نعم اتفضل. برضو كان في حاله واستدعوني بالليل عشان اشوفها في الاي سي يو. فالمهم كانت الحاله تعبانه ومقدر الفرشه عرفت على ما اتذكر. المهم فكنا مرفع عضله القلب. وكانت ماسف يعني انفرشه. المهم بذلنا مجهود من هنا لهنا لهنا لهنا. كانت واحدة ست. فالمهم الحالة اتوفت. ماشي. اللي نقدر عليه عملناه بأقصى ما يمكن نعمله في المستشفى. فكان في مريضة تانية موجودة في الأوضة الـ ICU دي، كانت اتنين سرير بس. فالمريضة التانية شافت الوضع كده فراحت ماشية حافية. سابت حاجتها وسابت كل حاجة بره راحت القسم العام. اللي هي في العنايه المركزه. العنايه المركزه اصلا يعني ما تقدرش يعني تتحرك. طبعا شافت الوضع كده وحست ان كده هو الوضع صعب والست بتموت وكده. المهم ايه وراحت كده. المهم تاني يوم الصبح فانا بمر مع زمايلي وكده فبحكي لهم يعني على الحالات اللي حصلت. فست نايمه في السرير كده مع قسم العام. فبقول لها يا خوافه يعني تسيبي السرير بتاعك انت في العنايه المركزه وتيجي نهون؟ قالت لي يا دكتور العمر غالي. انا بعد ما اشوف الموت قدام عيني اقعد هناك؟ هو طبعا يعني انما يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، دي طبعا ايه قرانيه. بس هي طبعا نفسيا يعني هي قلقت فقالت يعني ايه انفت بجد اقوم بقى امشي بقى بدل ما حاجه. بالظبط. احنا مرينا عليها شفناها كلنا ومشينا على السرير اللي بعديه. فجاه لقينا الممرضه تقول لنا الحق الست ماتت. لا اله الا الله. مكتوب لها تموت هنا القسم من هو وايه اللي هي قامت مشي اللي هي قامت مشي اللي قامت مشي اللي قامت مشي. سبحان الله. يعني شوف انا بقول ان هي انا فاكرها لسه لحد سبحان الله. سبحان الله. عشان كده بقول لك احنا شفنا لحظات الوفاء اللي هي تصدمك وتخليك في حيره من امرك، لكن الموت موت. على راي الشيخ شعراوي الله يرحمه كان يقول لك الانسان يموت لانه قابل للموت، اذا ما كانش قابل للموت مش هيموت. صح. انما الانسان يموت لانه يموت، مش عشان مرض كذا او عشان مرض كذا او عشان خرج كذا او عمل حادثه، دي كلها اسباب، تعداد الاسباب. والموت واحد. لحظه الموت زي ما احنا عارفين انه لازم يكون القنا بالله سبحانه وتعالى مكتوبه من لحظه الولاده. كتب اجله ورزقه و كم خبر يا دكتور بلغت اهل المريض بالوفاه؟ وازاي لو انت في الموقف ده هتقدر ان انت تبلغ اهل المريض او يعني زي ما بيقولوا تحل الموقف او يعني هل الشغل في المستشفيات وبالذات يكون في امكانيات كده بيحلك من الموقف دون ان بيكون المرافقين للمريض او اهل المريض او كده بيشوفوا يعني انك انت يعني قد ايه كنت مخلص قد ايه كنت بتتعب عشان خاطر المريض فبيحلوك فعلا من الحرج ده. لكن انت شعورك اللي جواه نفسيا فعلا بتنفصل لما تشوف حد بيتوفى قدامك كنت مش عارف تعمل حاجه. الوضع ما هوش سهل. انما الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وده المخرج الوحيد. انا هحكي لك برضه على قصه ثانيه احنا بنحكي على عشان نستفيد وبالذات زمايلنا الدكاتره اللي هم لسه في مراحل شبابيه يتعلموا ان انت بتبذل مجهودك انما النتيجه دي مش لينا. صح. سواء بالنجاح او سواء بعدم النجاح. برضو كان في حاله واستدعوني بالليل في النوتشر بتاعي. طيب هنشوف الموقف ده وهنشوف الحاله دي وقاعدين يعني متشوقين ان احنا نسمع الحاله دي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. يا
لون جديد للحياة. الصحة والجمال دائما وجهان لعملة واحدة. أهلا بكم مشاهدينا في الحلقة التي تملأها الفرحة وتملأها ويملأها التفاؤل ويملأها الأمل. كنا بنكلم الدكتور صبحي دلوقتي بيقول لي والله أنا كان عندي حالات، الحالات دي أنا فرحت لها جدا، كان ميؤوس منها نهائيا، وفي لحظة طبعا قدرة الله فوق كل قدرة المرضى تم الشفاء. وعايزين يا دكتور بقى تعلق لنا على المرضى دول وإيه الحالات دي وإيه التفاصيل يا دكتور. على كل حال من ضمن برضو المواقف اللي الواحد بيتعلم منها وحب الناس يعني غير يستفيد منها، كان في حالة شابة عندها سكر، فدخلت المستشفى في غيبوبة سكر، دي كي ديابيتيك كيتوستوزيس، كانت النبطشيه القبليه. فانا ثاني يوم هستلم الاسم وكده اهون، فبكون احنا مركز بقى يعني ايه الحالات الحرجه وكده، وكانت العنايه المركزه. فوالده المريضه طلبت خروج، فخروج على مسؤوليه المريض ده يعني حاجه مطالب بيها مهما كانت حالته. فشايف المريضه مش يعني لسه ما ظبطتش، كان في قلبي مش مساعدني ان انا اخرجها فقلت لرئيس القسم صعب سلام، المريضه يعني ايه مش مستقره لسه، هتخرج من هنا هترجع تاني اصبح حاله اسوء. ماشي، فرفضت الحقيقه واقنعت زمايلي واقنعت المريضه انها تقعد احسن لها. ويا ريتني ما عملت. ليه طيب ايه اللي حصل؟ المهم بعد كده خلصنا المرور بتاعنا الصبح وقعدت البيت، لقيتهم بس دعوني في وقت الزياره. ودي نادر لما حد يستدعينا في وقت الزياره. فجيت لقيت جوز الست دي بيطلب يخرجها تاني. فما قدرتش اقول له بقى لا خلاص يعني الصبح قلت لهم مفيش داعي لسه حالتها مش مستقره محتاجه كمان يوم ولا يومين كمان في المستشفى. فبقول له طيب العلاج بتاعها كذا كذا وتاخد ابره الانسولين بكذا، لقيته قال لي هي عندها سكر. ده مش عارف كمان ان مش عارف ان عندها سكر ما شاء الله. اتاريهم لما بتمرض اخوها هو اللي بيجيبها المستشفى ومخبيين عليا. خرج من عندي وراح القسم هناك واهله بقى في جهه واهلها في جهه. رجعت بقى وراهم عشان مصلح اجتماعي، يعني دكتورة مصلح اجتماعي ان عشان اقول له ده قدر الله يعني وده مش مرض معدي ومش يعني دكتور ساعات الطبيب بيبقى جزء لا يتجزأ من الحياه الاجتماعيه للمريض، وساعات المريض بيصادقه وساعات بتصل يعني ان المريض يعني يحب الدكتور ويتصل بيه. وانت كانت سبب ان ابتدى جوزها بقى يعرف حالتها وابتدت الامور تستقر وكده، بس بعد ما حصلت الصدمه بتاعه الايه اللي يعني لسه ماشيين متزوجين ولا حصل؟ لا كانوا لسه متزوجين قريب. الحمد لله. فالمهم يعني فكلنا بنتعرض لانك انت تكون انت عارف ليه نقابه الاطباء مسمينه برا حكمه؟ حكماء بالظبط، دايما من الحكماء لازم حسن التصرف. حسن التصرف وانت في حاله طوارئ، حسن التصرف وانت بتتعامل مع المريض، حسن التصرف سواء مريض في العياده الخارجيه سواء مريض في المستشفى، لازم يشمل الدكتور في الاخر الحكمه في عمله والحكمه في كلامه. طب سريعا يا دكتور عشان بس الوقت ما يبهمناش، حضرتك كنت وعدني ان احنا نتكلم شويه بقى دعوه للتفاؤل ودعوه لمرضى فيروس سي ومرضى الفيروسات. فيروسات الكبد انت عارف في مصر هنا عندنا يعني منتشره جدا. من الحالات اللي الواحد ما ينساهاش، مره في العياده كنت خلاص بمشي الساعه كان في يناير او فبراير اللي فات في الشتاء والساعه 11:30 حاجه زي كده اهون، ففوجئت بواحد جاي لي خد المعلومات بتاعتي من على النت. من على النت. وجاي للعياده و... و...
ومعاه مراته واهله في حاله فزع شويه، ومعاه تحاليل عاملها، ف الليفر انزيمز يعني. انا الحقيقه كنت كاتب الارقام يعني انزيمات الكبد عاليه جدا. الانزيمات عاليه 2260 ال ال تي الانين كونسوميد و 2100 الاي سي تي، يعني حالات صعبه جدا. باختصار شديد ان الحالات صعبه جدا. حالات اكلوتس ميتوكونديريتس هي صح فيروس ايه يعني كان عامل الميوجلوبين ان وكان بوزيتيف اكلوتس ستيج. ليه المهم يعني بدون تفاصيل عشان الساده المشاهدين. حاله شديده جدا والكبد شبه في حاله صعبه جدا. الست طالعه من ولاده مكمله اسبوعين ولا حاجه كده. المهم حالتها اكسوسيف جدا وكده ورافضين انها تروح المستشفى عشان عندها بنيه صغيره عشان الاسره وكده وكان الوقت متاخر. الحقيقه ان ساينتفكلي ممكن فعلا ان احنا العيان فيروس ايه يحصل ان هو يتحجز داخل بيته. واخد بالك مش لازم حاجه زي وحضرتك اخذت الريسك واخذت الريسك ان انا هتابعها وهي في بيتها بشرط ان لو بتتحسن احنا وهم بقى ايه تحت رحمه. والحمد لله وصلنا لايه يعني دلوقتي يا دكتور؟ لا الحمد لله خفت كويس جدا وكان متوقع انهم يعني يكونوا موجودين بنفسهم معنا في حلقه. انا يعني كنت وعدتهم ان لو في حلقه ممكن يجوا كده عشان يدوا امل للناس ان لحد بعد ما يكون فرمنتك هباتيتس والانزيمز فوق ال 2000 ويتحسن وكده من فضل الله سبحانه وتعالى. دي يا دكتور طبعا يعني حاجه كويسه جدا وكالعاده يعني الوقت دهمنا. يعني انا بعتذر من حضرتك ولكن باذن الله يكون لنا حلقات نقدر ان احنا يعني فرحتنا النهارده ما خلصتش بفرحه الطبيب، عايزين باذن الله فرحه المريض، عايزين التفاؤل. احنا على طول معاكم متواصلين معاكم وبابنا على طول مفتوح نقدر ان احنا نشوف اسئلتكم واستفساراتكم في اي وقت من الاوقات. بشكر حضراتكم وبشكر الاستاذ الدكتور صبحي محمود استشاري الجهاز الهضمي والكبد، وبشكر حضرتك يا فندم. الله يكرمك والى اللقاء.